كابوتشينو على كاب اف ام كل يوم من الاثنين الجمعة من 7 للعشرة متاع الصباح. اهلا وسهلا، مرحبا، نهاركم زين، نسي كل شيء، لا تكونوا في صحة جيدة. اكيد انه كل الانظار تتجه لزوز حاجات في الشارع التونسي اليوم، للقرض نتاع صندوق النقد الدولي والحركيه اللي قاعده تقوم بها ايطاليا. في المقابل الحكومه الايطاليه قاعده تحكي وقاعده تفسر للشعب نتاعها شنو بالضبط قاعده تعمل فيما يتعلق بملف تونس. خلينا ناخذوا معنا توتسويت مباشره من ايطاليا الناشط الحقوقي والسياسي مجدي الكرباعي، توتسويت في بين الناس. بين الناس بين الناس. صباح النور مجدي، شنو احوالك؟ مرحبا بيك ومرحبا بمتابعينك راديو كاب اف ام. شكرا على التواصل، الله يخليك. خلينا نبدأ مباشرة في ما يتعلق بحوار صحفي لوزير الداخلية الإيطالي الأخير اللي هبطوا على صفحتك الرسمية، اللي قال السيطرة على الحدود البحرية التونسية من خلال دوريات مشتركة في البحر والبرية. هوني ذي الحقيقة نقاط الاستفهام أن نحب نفهموها معك بين إيطاليا وتونس، وتعزيز منطقة ميناء صفاقس للنشاط الاستخباراتي الهدف إلى مواجهة بناء وتجهيز السفن والقوارب الصغيرة من قبل المنظمات الإجرامية. كيفاش نجمو نقرأ كلمة ذي على وكانوا يحكي على دولة لا عندها حتى سيادة على حدودها؟ عادي وأن وزير داخلية يحكي على بلادنا هكا؟ للإيضاح راه التقرير هذايا، سمحني، المقال هذايا والتصريح هذا جاء بعد مقابلته معناه مع وزير الداخلية التونسي، واللي بعد مقابله ولا بعد الاتصال الهاتفي اللي صار البارح؟ يعني ايه معناه اتصال هاتفي، مقابلة هاتفية يعني من الشام. باه دونك واضحة انه وزير الداخلية الايطالي يعني ما يقول فيما يخص معناها التصريح بتاعه. تونس للاسف اليوم اصبحت مستباحة، الوضعية مش ممكن تستمر هكايا. يعني جورج ميلوني تدعو اوروبا وتدعو امريكا من اجل اعانة تونس، لان هناك كارثة اقتصادية وهناك كذلك مشكلة كبيرة قد تحدث معناها في صورة ما يسقط هذا النظام كما تسميه هي معناها، وتصير موجة هجرة يعني تقريبا مئات الالاف من المهاجرين اللي هم قادرين يوصلوا الى ايطاليا. بالنسبة كذلك وزير الخارجية الايطالي أنطونيو طياني نفس الموضوع، يقول باللي كونه انه هناك اشكال كبير في تونس ويجب التحرك على الصعيد الدبلوماسي في اوروبا وفي العالم. اليوم كذلك نفس الموقع وزير الداخلية يتدخل يقول باللي كونه مش يقع انشاء معناها منطقة من اجل تمشيط الحدود البحرية والبرية، وكذلك انشاء وحدات استخباراتية في صفاقس من اجل كشف عن هذه الشبكات الاجرامية اللي قاعدة تصنع في القوارب الحديدية واللي قاعدة تسجل في معناها اللي قاعدة تسهل في عمليات الهجرة غير نظامية. في الأثناء لا نجد حتى معناها بيان من وزارة الخارجية، وحتى معناها كذلك تكذيب أو هكا رد. لا احنا ساكتين راضين بهذه الوضعية. ظاهرة إيطاليا في سيناريوها معناها توضح كذلك أنه في وزير الداخلية يوضح في يقول اللي كونه في استمرار هذه معناها الموجات نتاع الهجرة غير النظامية، احنا اليوم ما علينا ان نزيدوا نركزوا في اتفاقيات الهجرة، اي نواصل معناها ترحيل التوانسة اللي قادمين الى ايطاليا في رحلتين معناها جوية. وهوني ريتك البارحة حبت فيديو زادة مجدي كرباعي على صفحتك الرسمية تحكي فيها على باخرة كل زوز اسابيع ترحل في التوانسة من ايطاليا. نعم، هو معناه يتحدث في انه مش يقع يعني بعض داخلي هي من جنوة من جنوة كل اسبوعين تقوم بترحيل التوانسة اللي موجودين لهنا،
التوانسة اليوم يقع احتجاز في مراكز حل الترحيل، التوانسة اليوم تتوفى في السجون ويقولوا ان عملية انتحار، التوانسة اليوم تتوفى في مراكز الحج والترحيل يقولوا ان سكتة قلبية، بعد نكتشفوا باللي كون تم احتجازها في مراكز في المستشفى وجراء ونحكي هنا على وسام عبد اللطيف. التوانسة اللي في مراكز الحج والترحيل يعطوها معناها في مواد منومة ومخدرة باش يقع معناها فمس الترحيل، هذا الكل كاء. وفي الأثناء مع السيادة الوطنية والسيادة الوطنية والسيادة الوطنية وربما من هب وانذب معناها يتدخل، الجزائر تتدخل، إيطاليا تتدخل، الدول معناها فمس تتدخل تتدخل في السياسات، تتدخل كذلك معناها تحكي بلسانك انه السيد معناه وزير الداخليه كانه يحكي على لامبيدوزا ولا لابونتيليريه السيد يعني يحكي على محافظه من المحافظات الايطاليه، مش معقول انه تحكي على العمليات الاستخباراتيه مباشره على بلاد مستقله عندها حدودها عندها تاريخها وتحكي لها بهذه الطريقة. معناها إذا السلطة اليوم ترضى أنه بلادنا تستباح بهذه الطريقة، معناها إحنا رانا كمواطنين ماناش رعاية في هالبلاد ونحملوا الجنسية التونسية ونتشرفوا بها، ما نقبلوش بهذا، ما نجموش نقبلوا مثل تصريحات هذه من إيطاليا ولا من غير إيطاليا، هذه من منطلق وطني. ولهنا وإحنا نحكيه على قضايا تهجير برشة توانسة باش يقولوا لك وش مهززهم هم وموكا ويروحوا بهم. في المقابل البارح وأنه شفنا وأنه المحكمة حكمت الأربعة توانسة في أوروبا وخاصة ومعناتها قضية خسرتها إيطاليا، لكن ناخذ أكثر معطيات. نعم، هي قضية كانت تقدم بها أربع شبان في 2017 جاءوا إلى إيطاليا، تم احتجازهم، تم كذلك معنى الاعتداء عليهم و التهمة هي وجدتها مع معنى محكمة الكرتين الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إيطاليا. إيطاليا لم تنفي هذه الادعاءات، وبالتالي البارح تتمر در القرار أنه يدين إيطاليا في هذا التصرف، التصرف اللي هو الاحتجاز القصري والترحيل القصري بموجب غير قانوني، وكذلك ردع إيطاليا فيما يخص الترحيل القصري لأنه يعتبر مشكورة سريع، يعتبر يعني غير قانوني. ثم أنه حاجة أخرى يعني عملية الترحيل القصري تصير تحت رقابة الدولة التونسية، يعني تحت رقابة القنصلية لهنا، راو برشا مخالفات تصير وترتكبها كذلك السلطة التونسية، لأنه راو برشا ناس بيقع ترحيل بطريقة غير قانونية، ولكن مع هذا يعني القنصلية تمضي ويقع ترحيل، وبالتالي هذا القرار صحيح يدين إيطاليا، ولكن هو ضمنيا يدين تونس ارتكابها ومعناها تواطؤها في هذه الجريمة. تونس ثم حكمتهم المحكمة بمبلغ 8500 يورو لكل شخص أربعة هم. برافو عليهم بالحق، هذم فرسان، هذم ناس بالحق اليوم واحد يتشرف بهم لأن تونس لأنه ما تخطوش على حقهم. فما برشا ناس تجينا هنا وبعد ما يلقى الاعتداء عليها وقتل في حقها ويقول ليش ما هو شنيا وتوا مش يرجع حقي. لا، ما يلزمكش تسكت على حقك، لانه في اثبات ديما هذه معناها في اثبات هذه الجرائم احنا ديما قادرين ان نرفعوا راسنا ونقول بلي كون راهي قضيتنا قضيه عادله. راهو ان الكلام اللي قلناه والتنديد اللي مددناه بلي كونه راهي عمليات الترحيل هذه راهي غير قانونيه، بلي كونه راهو اللي يصير هو السباحه لحقوق الانسان والكرامه التونسي. برشا ناس كانت خويا امين تنبر علينا في الفيسبوك، برشا ناس يقول لك في محسوب محسوب عملته عامله في ما هو تو في ما واحد ما هو كتما وما ما هو هذيك ما خلتش الناس تقدر في حقوقها وما خلتش الناس معناها تناظر. لذلك ثم ناس وصلت مشكورين معناها جمعية الدراسات القانونية في مسألة الجزء، مشكور كذلك المنتدى اللي هو منتدى التونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعطيهم الصحة بالحق معناها في هذا في هذا الأمر.
هذا هو شنو معناه جمعيات والمجتمع المدني راهو ما تاخذوش كلام اللي كون يقول لكم راهم متوطئين وراهم ياخذوا فلوس من الخارج وراهم كذا وراهم عماله وكاللغه هذه كله كلام لتشويههم كله كلام من اجل ردحهم من اجل تنديدهم بما ترتكبه السلطه هذه او السلطه هذه من خروقات. اسيدي هاي الجمعيه ولا هاي الناس اللي انتم متمثلة في وكالة المنتدى متمثلة كذلك في 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 شخص السابق رمضان بن عمر اللي معناه اللي مؤخرا كانت عليه حملة معناه كما لقاءات صاير في مع برشا حقوقيين ولا مع برشا حقوقيين معناه كما لقاءات مع برشا حقوقيين مع برشا ناس معناه كما الشارع الإيطالي اللي ما بيسويش كما كذلك جواب مبارك برشا هذوما الناس معناها فهمتني هذوما كما سبق ذكرت معناها فهمتني المنتدى هذوما حقق حق معناها حقق حق لناس كانت حقوقهم مكتوبه وهذوما القضاء الاوروبي يعني يبين ايطاليا ويرجع لهؤلاء الناس كم واضح. الشارع الإيطالي اليوم الشارع السياسي والمجتمع المدني كيف يتابع تصريحات الوضع في تونس بعيدا عن الروايات الرسمية؟ هل يساند هذه القرارات؟ هل بالفعل هنالك خوف معناها مش على تونس خوف على إيطاليا من انهيار تونس؟ تفضل مجدي قل لنا. هو مش يكون صريحة معك نعم الشارع الإيطالي يتابع سواء كان إعلاني أو كذلك سواء كان يعني ولكن ثم النقطة مهمة الشارع الإيطالي يتابع المسألة هذه من ناحية يعني الخطر المحدق معناه فهمتني واللي قادر إنه الوضع ينفجر في تونس مثلا اقتصاديا معناه سواء كان اجتماعيا أو ينهار الاقتصاد معناه فهمتني هذا شيء معناه مؤكد ولكن هذا ثم مسألة مهمة أخرى يتابع فيها الشارع الإيطالي وهي مسألة ما يسمى أو مش ما يسمى انعراج أو النزعة الدكتاتورية اللي قاعد يستعمل فيها السلطة التونسية وهم بعيدهم يقولك احنا اليوم نتخوف من أن في تمويلنا أو في إعطائنا فلوس قاعدين نعطيو فلوس النظام ينجم يستعملها في مسائل معناها قد تضر بمسألة حقوق الإنسان وكذلك تضر مبادئ الديمقراطية بطبيعة يقولك احنا هي فلوس تعطيها معناها المواطن الإيطالي وحتى المواطن الأجنبي أنا كما ذكر بأين أدفع في ضرائب بالدولة الإيطالية مهم ولكن أنا لا أسمح أن فلوسي هذه تذهب إلى جيب نظام اليوم قاعد محتجز رفيقي وصديقي كما غادة سواشي ولا كما مثلا شيء معيشة ولا كما جوهر بن مبارك ولا كما معناها المسيحيين السياسيين اللي موجودين تو وبالتالي هذا هو التخوف الكبير من المجتمع الإيطالي وكذلك من السياسيين لو كان مثلا جات مقتصرة كانت الاقتصاد والله يقول لك ايه نعطيه علاش لا هكاك معناها نظن انه الدولة هذه تبقى قائمة أركانها ولكن يقول لك احنا كي باش نعطيه ونقوي النظام هذا بعد هو يستغل نفوذه ويستغل معناها قوته في ضرب المعارضة في ضرب معناها حرية الرأي في ضرب مبادئ الديمقراطية هذا الشيء اللي أدانته كذلك أدان البرلمان الأوروبي والذي طالب بتجنيد المنح التي كانت ترصد لوزارة الداخلية ووزارة العدل واللي هما اليوم اعتبرهم انهم اداه قمعيه اداه اصبحت تنفذ قرارات معناها السلطه التنفيذيه دون احترام حقوق الانسان ودون احترام كذلك معناها المبدا الديمقراطيه وبالتالي لهنا معناها الاشكال انه الى اي مدى انك تدعم هذا النظام والى اي مدى انه النظام هذايا لا يقوم بانتهاك الحريات ولا يقوم بانتهاك مسائل معناها فهمت متعلقه بالديمقراطيه لهنا الاشكال يبدا معناها المشكل ماهوش فقط اقتصادي فهنالك اقتصادي اجتماعي سياسي حقوقي هذايا المسائل الكل مطروحه اليوم لانه المشكل الاقتصادي نجم يتفض ولكن مش وحده على كل وصلت الصوره وصلت الفكره شكرا لك مجدي كرباعي الناشط الحقوقي والسياسي كنت معنا مباشره من ايطاليا فمباشر يتسائل يقولوا علاش تكلموا في مجدي كرباعي كان هو نجم يتكلم لانه الوحيد اليوم اللي قابلنا كان قبل موجود في مجلس نواب الشعب
كان ناشط مليح غاديك سياسيا، في المقابلة لليوم ما فماش شكون يتكلم معاك. خلينا نكون واضحين، خاطر برشا يتسائل يقول لك علاش مجدي كربح، ما عندناش شكون يتكلم ابار مجدي اليوم اللي نجم ينورنا على المشاكل كيما صارت المشكله تاع الزبل نتاع ايطاليا، المشاكل نتاع العائلات والمفقودين وغيره، ما عندناش. واذا فما شكون من الدوله من القنصليات من كذا يحب يتكلم يتفضل مرحبا به. ومشكور من جديد مجدي كربح على كل ما نتحصل عليه او نطلبه في معلومه يوفرها لنا. نتلقى بعد الفاصل.